احنا بدأنا فيديو بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة كام يا اولاد في الشهر؟ 31. النهاردة كام في الشهر؟ 31. احنا راكبين مع خرس ولا ايه؟ النهاردة كام في الشهر؟ 31. مش سامع حاجة، الناس دي جاية قاعدة سريعة. الناس دي النهاردة كام في الشهر؟ 31. انتوا معانا مش مع نفسكم. النهاردة كام في الشهر؟ 31. النهاردة كام في الشهر؟ 31. مش سامع انا. النهارده كام في الشهر يا حبيبه؟ 31. جنى لف هنا. جنى مش عايزه تلف. ساسو قول انت جميل. النهارده كام في الشهر؟ 31. النهارده كام في الشهر؟ النهارده كام في الشهر؟ 31. احنا رايحين فين يا شباب؟ رايحين فين؟ مين يقول لي ليه؟ لا عشان يكشفوا علينا، اللي لو ينفع يحجزوه يحجزوه. عشان نخلص، عشان نرجع بقى الاوتوبيس فاضي. مش هنلاقي حد. ام معاز بتقول مش هنلاقي حد. مش هنلاقي حد في الاوتوبيس ولا في الجنينه؟ لا مش هنلاقي حد في الاوتوبيس. طب الحمد لله، عشان ارجع امدد في الكنبه اللي ورا دي. امدد بقى واستريح بقى. الحمد لله. طيب مصطفى رايح عشان نشوف الدب. اشوف الاسد. الاسد ماشي. الاسد دوت مش هيبقى مش هياكل اي. انا اقوى ام في مصر. ام معاذ اقوى ام في مصر يا جماعه. سقف لام معاذ يا جماعه. اللي مش هيسقف هننزله من العربيه. ما سقفتش ليه؟ مش هسقف هينزل والله. بسقف اهو. ايوه. طيب احنا دلوقتي عشان هنبعت لكم الفيديو ده على الجروب هنقسمه اجزاء. هنقسمه ايه؟ اجزاء. فاحنا الحلقه الافتتاحيه كده قفلناها ايه؟